توليفه العريس دي نوعيه من انواع البن احنا بنعملها توليفه، بنحط فيها بن حبش على بن كولومبي على بن برازيلي على اندونيسي بنسب معينه بحيث تدي الفنجال طعم معين، وبنعمل عليها اضافات خارجيه بنحط عليها جينسينج وجوز الطيب ورنفل وزر ورد بحيث يبقى منشط عامل الدوره الدمويه. بنحاول نطور من نفسنا، فلو ما طورناش وعملنا كل فتره حاجه جديده الزبون هيدور على حد غيرنا، فاحنا الحمد لله بصفه مستمره بنحاول نوصل لعاملنا بحاجه جديده. والحمد لله بفضل الله توليفه العريس دي من ساعه ما عملناها احنا اول ناس عاملينها الحمد لله في مصر كلها، والحمد لله ليها قبول جامد جدا مع العملاء بتوعنا. التوليفه دي ممكن الشباب كلها تشربها لان الجينسنج ده منشط عامل الدوره الدمويه، اي حد لو عمل عليه سيرش على الانترنت هيعرف فوائد الجينسنج اللي هو مفيد قد ايه، وكذلك القرنفل وجميع الخلطات الثانيه المضافه ليه، كلها مواد طبيعيه. واحنا قبل ما بنعمل حاجه زي كده بنجيب المواصفات القياسيه للبن ونشوف هل ينفع يتضاف عليها الجينسنج، ينفع يتضاف عليها جوز الطيب، ملهاش اي اثار جانبيه الحمد لله. الحمد لله بفضل الله من ساعه ما عملناها الحمد لله من اكتر الحاجات اللي بتتباع عندنا سواء داخل مصر، وبيجي لنا عملاء كتير من الخليج بتطلب بالاسم، من الامارات من السعوديه ومن معظم دول الخليج بتطلب بالاسم الحمد لله.